السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءة جديدة وحصرية على قناة أسرار العالم الروحاني لمواليد برج الجدي، صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، نشوف الصورة الخاصة لبرج الجدي. بسم الله الرحمن الرحيم، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فليشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. صوره الزاريات، وبعد القراءه ان شاء الله نشوف رسالتك بتقول لك ايه يا برج الجدي. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، شايف يعني انتم منتظرين مولود، منتظرين مولود، في مولود جاي بفضل الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للمغلق. بسم الله الكاشف، في حد عندكم او انت يا برج الجدي حصل عندكم اضهاد قبل كده، او حد تعب، في حد تعبان او حد تعب عندكم قبل كده من فترة، بس في مولود آتي بفضل الله تعالى، في فرحة آتية لك عن قريب. انتوا قعدتوا تدعوا ربنا، دعيتوا ربنا كتير ان الحال يتغير، في دعوة انتوا عمالين يعني ماسكين المصحف وعمالين تدعوا الله، في تغير كتير، في دعوة انتوا قعدتوا تدعوها استجابت بفضل الله تعالى، في دعوة حلوة. يعني شايف كمان بفضل الله تعالى في حد هيردع لكم من الماضي، في حد هيردع لكم، في حد بيترداكم انكم ما تبعدوش عنه، في حد بيترداكم انكم ما تبعدوش عنه، وهذا الشخص من الماضي وفيه رجوع ما بينكم وبينه، يعني في حد بيترداكم. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف يعني في حد من بعيد بيترداكم انكم تسامحوه، في حد من بعيد بيترداكم انكم تسامحوه. يعني انا شايف في امور هتعدي ان شاء الله. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. انا شايف دلوقتي ان في قاعده ما بين اتنين احبه او اتنين مرتبطين، قاعده رومانسيه او قاعده حلوه، ما تدمع يعني بين اتنين متزوجين او اتنين احبه او اتنين مخطوبين، يعني في جلسه او قاعده ما بينكم حلوه. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق. بسم الله الكاشف، شايف انا في طريق مفتوح قدامك يا شديد، في طريق مفتوح قدامك، الطريق ده يخص الماديات، يعني يخص الحياة المادية. شايف ان هيتفتح الطريق ده او مفتوح قدامكم، شايف انا من ورا هذا الطريق في خير، في خير ليك. بسم الله الكاشف، يعني هنا اقدر اقول لك لكم ان هو هذا الطريق ده مفتوح ليك، ملهوش مشافش ليه نهاية، فيه يعني استثمار، فيه فلوس ديالك، في شغل، في حاجة في الطريق ده من وراها مال، يعني انت هتكون احسن من الوضع اللي انت فيه حاليا. شايف بسم الله الكاشف، شايف حصل ما بين، في كلام حصل بينك وما بين حد، في كلام حصل ما بينك وما بين حد، يعني شايف حصلت حاجة كده وترتكم، او حصل ما بينكم وبينه كلام ما بينك وبين الشخص اللي كنت قاعد معاه، وحسيت انه هو يعني مش صاحب، حسيته انه هو كذاب او بيكذب كتير، يعني في حاجة حصلت ما بينك وما بين شخص. شايف يعني ان عندكم قاعدين مع شخص وفي اشتباك ما بينك وما بينه او كلام. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف، فضلا وليس امرا موجودين معنا اخواتنا في الله، ادعموا الفيديو واللايك احبابي في الله. طيب هنا شايف يعني في انت منتظر مكالمة،
أو رسالة من شخص، في رسالة أو مكالمة ديالك من شخص قدامك نقطتين وداية هذه الرسالة أو مكالمة، راح تفرحك، فيها فرحة ليك أو بشرى. أنا شايف في حد هنا في حياتك، يعني بسم الله الكاشف، يعني الشخص ده أو الحد ده عاملكم طاقة أنتم مش فاهمينها، أنتم مش عارفين إن الشخص ده عايزيه، ولا عارفين، مش فاهمين عنه أي حاجة هذا الشخص، مش عارفين أنتم عايزين عايزيه هو هذا الشخص ده. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف برضو، بسم الله، اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الكاشف، شايف في رزق دايلك بخصوص شخص، لما سفر انتوا بتفكروا فيه، شايف ان انتوا بتفكروا، عمالين تفكروا هل هتوصلوا ام لا، هل هتحصل حاجة كبيرة قوية، انتوا عمالين تفكروا فيه، في حاجة عمالين تفكروا فيها وبتدوروا، يعني انا شايف انتوا بتدوروا على الامور المستجدة، عمالين تفكروا كثير في حاجة عمالة تفكروا فيه، هل هتحصل، هل هتتم، هل هتكون ايش، عمالين تفكروا فيه. شايف ان انتوا هتبدأ تستغنوا عن اشخاص كثيرة، اشخاص عرضوكم للمشاكل، عرضوكم للاذى، عرضوكم للتعب النفسي، شايف ان انتوا هتنسوا او هتتركوا هذا الاشخاص دول، انتوا هتستغنوا عنهم لان اشخاص سببوا لكم مشاكل او سببوا لكم اذى، انتوا راح تبعدوا عنهم. بسم الله الكاشف، شايف في حد عندكم مش كويس او شخصية مش كويسة، بتتعامل معاكم بمزاد، يعني بتتعامل معاكم بتصرفات مش كويسة، بتتعامل معاكم مش تصرفات مش كويسة هذا الشخصية. شايف ان هنا في حد هيتكلم معاكم وهتقفل في وشه الباب، او الشخص ده اتكلم معاكم وقفلت في وشه الباب، شايف ان انتم مش عايزين تفتحوا له اي مجال للكلام معاكم. شايف في تغيرات، يعني في تغيرات بعد، في حاجات كتيرة أكتر من حاجة عندكم الفترة دي. شايف برضو لأن الشخص ده فعلا أذيكم قوي، يعني أنتم حتى أنتم بتقولوا إن أنتم ما عملتلوش حاجة تستاهل للأذى اللي وقعوا ليكم في حياتكم. يعني شايف أنتم خلي بالكم من نفسكم أخواتي في الله، يا مواليد برج الجدي، أكتر من كده خدوا بالكم من نفسيكم أكتر من كده. بسم الله الكاشف، شايف يعني هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، في حد هيتواصل معاكم، يعني في مجال شغل حد هيتواصل معاكم، شايف يعني في مجال شغل أو مجال، يعني هو الشخص ده كان مقصر في حياتكم، يعني دايما وراه ربح هذا الشخص، انه يدخل في حياتكم هيحسن الماديات معاكم، هيحسن الدنيا معاكم هذا الشخص. بسم الله الكاشف، خلي بالكم، انا شايف في اعداء حواليكم يا برد الجدي، خلي بالكم في اعداء عليكم، خلي بالكم وحطوا عينيكم في وسط راسكم، حطوا عينيكم في وسط راسكم. بسم الله الكاشف، شايفنا يعني عشان الناس دي مركزين قوي، مركزين قوي معاكم، يعني مركزين معاكم قوي هذا الأشخاص. صلى على النبي أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف، يعني شايف هيدي لكم فرصة يا برد الجدي، في فرصة هتدي لكم حلوة، الفرصة دي حلوة هتدي لكم، هتقعدوا مع حد أو هتشوفوا حد، يعني في فرصة دي لكم هيكون فيها بداية حلوة. بسم الله الكاش، بسم الله الرحمن الرحيم، شايف أنا في واحدة في، يعني
وحدة عمالة تدور وتلف عليكم، بتدعوا وحدة دي عمالة تدور وتلف، ولو قعدتوا مع نفسيكم هتلاقوها يعني هاي الشخصة كلها غدر، كلها خباثة، كلها كذب، كلها كراهية، ما بتحب لكمش الخير، ما بتحب لكمش الراحة. هاي الست دي أزياكم بطاقة سحر، هاي الوحدة أزياكم بطاقة سحر يا برد الجلي، يعني السحر عاملكم عراقيل في حياتكم، خنقاء، نفور ما بينكم، كان عاملكم تعب، سبب لكم هاي السحر من كتر التعب، سبب عليكم ديون، يعني شايف يعني تعبتم وصعبت عليكم الحياة شوية. إن شاء الله في شفاء بإذن الله تعالى من هاي السحر، يعني هسيب لكم في صندوق الوصف علاج السحر أخواتي في الله. طبقوا، أنا شايف يعني إن أنتوا هتاخدوا قرار حلو عشان أنتوا مش عايزين مشاكل أكتر من كده، ففي قرار حلو هتاخدوه، هتاخدوا هذا القرار هيطلعكم من المكانة اللي أنتم فيها، في قرار هتاخدوه حلو هيطلعكم من المكانة اللي أنتم فيه. بسم الله الكاشف، يعني أنا شايف في سفر، في سفر، في سفر هيكون بنسبة كبيرة السفر ده، في تواصل هنا أرى في شخص في تواصل معاك مع شخص من الماضي، هي بتتواصل، شايف في فرحة، في فرحة دخلالكم بسبب التواصل مع الشخص اللي من الماضي، شايف أنا بسم الله كاشف. انت جد لما بتصمموا يعني الجدي لما بتصمم على حاجة ما بتسكتش غير لما تعملها، يعني انا شايف ضغط ان انتم ماشيين في طريق بتبحثوا او بتدوروا على حاجة، ماشيين في طريق بتبحثوا او بتدوروا على حاجة، شايف ان في عزيمة ان انتم توصلوا، وهتوصلوا فعلا، وهتوصلوا للحقيقة، هتوصلوا للحقيقة وهتنتصروا، شايف انا ان انت هتنتصروا على الشخص اللي رفع ايده عليكم في يوم من الايام، هتوقفوا عند حده، يعني ضربكم، عمل مشاكل او تعافى عليكم، هذا الشخص هتوقفوا عند حده، شايف يعني هذا الشخص ده اعتدى عليكم هتوقفوا عند حده، شايف هنا بسم الله الكاشف خلال ايام، بسم الله، شايف اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما اغلق، شايف هو شوية أمور، شوية كلام، شوية إشاعات، يعني في حد هيطلع عليكم شوية إشاعات أو شوية كلام، يعني شايف هتزعجكم، هتزعجكم شوية الكلام ده، يعني بسم الله كشف محمد الفاتح لما أغلق، بسم الله، شايف هنا في مناسبة حلوة قوية، في مناسبة حلوة هتلم العيلة، يعني شايف ان انتو هتكون فيه لمة عيلة ومناسبة حلوة، وشايف انت هتخلي كل واحد عند حده من المقربين، هتحطوا حدود او هتخلوا كل واحد على حده او نفسه، هتحطوا حدود ما بينكم وما بين اشخاص، شايف ان انتوا بتفكروا ان تدوا شخص هدية او تهادوا حد هدية، شايف ان انا شايف فيه هدية حلوة، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله، بسم الله الكاشف، شايف ان في يعني هو حد عزيز على قلبكم، هو ده عزيز على قلبكم اللي هتهدوه الهدية، هو يعني عزيز عليكم قوي، بسم الله الكاشف، انا شايف برضو هنا في شراء شيء، في شراء شيء، شيء بتشتريه، يعني ممكن نقول هي الهدية دي اللي بتشتريها، برضو أنا شايف هنا في حل مشكلة كبيرة، في حل مشكلة كبيرة، يعني كانت هاي المشكلة دي مدمرة حياتك، في حل ليها بإذن الله تعالى، وفي سداد دين بفضل الله قريبا،
صلي على الحبيب. انا شايف ان في مشروع، يعني نقول داخلين في مشروع، يعني نقول او شراء بيت جديد، انتوا داخلين في مشروع او شراء بيت جديد. انا شايف برضو عندكم هنا في مريض، في مريض يا برد الجد راح يشفى بإذن الله تعالى هذا المريض. انا شايف برضو ان عندك حلم صحيح تأخر، حلم بتفكر فيه او حلم، عندك حلم وصحيح تأخر بس على وشك التحقق، على وشك التحقق. وانت جدي رؤيتك لكل الامور اللي حواليك كلها صح، وتوقعاتك فعلا في محلها. ان شاء الله في تغير كل شيء في صالحك انت، لان قلبك طيب، ما بتحبش الكذب، ما بتحبش الكلام الكثير حنين. انا شايف برضو عندك خبرين حلوين، خبرين حلوين ان شاء الله، في طاقة ايجابية قادمة ليك، طاقة ايجابية قادمة ليك باذن الله تعالى. يعني ولكم احساس بالقوة طاغية، شايف فيه اختبار من ربنا انت بتمر بيه، ومحتاج تحكم عقلك وتلغي عاطفتك علشان تمر بسلام من الاختبار. شافنا في مفاجأة حلوة من شخص غالي على قلبك، واعترافات بالحب، أو ربما صداقة أو علاقة عابرة هتتحول إلى موضوع جدي يعيد ليك حياتك. شافنا أنا كم في زعل جواك وبتحاول تضحك وما تظهرش يعني ضيقتك، صدقني ربنا هيهونها عليك وهتعدي، ربنا يعونها عليك وهتعدي على خير وفي عوض ورزق كبير من ربك بيكون قريب منك بإذن الله تعالى. بعد تعب، يعني بعد تعب وعذاب سنين، هانت خلاص جاي لك نصرة ومعاها فرحة كبيرة ليك إن شاء الله. في رجوع هنا، شايف رجوع للمنفصلين، في رجوع للمنفصلين بإذن الله تعالى. أنت منتظر مكالمة هاتفية أو رسالة أو فك أو رفع بلوك، في رجوع بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى، اللهم بشرني بما أنتظر منه وأنت خير المبشرين كلها. أكثر من قراءة سورة الزاريات ونشوف رسالتك بتقول لك إيه يا ورد الجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يرزقك من فضله ويبعد عنك أي شر، آمين يا رب العالمين. فضلا وليس امرا اخواتنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فلاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. وان كنت بتعاني من المس او السحر او الحسد او قرين او تابعه او اي شيء، اللينك ده في صندوق الوصف، ادخلوا عليه وطبقوا هذا العلاج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه اسرار العالم الروحاني.